بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين 28 اكتوبر 2024. بدان قديم من الاخ عبد العظيم صالح. يتم الان توزيع الوجبه التي تبرع به الاخ عبد العظيم صالح للاطفال والامهات وكبار السن. يتم الان توزيع الوجبه التي تبرع به الاخ عبد العظيم صالح من زكاة امواله. ويتم توفير وجبه للاطفال بمراكز الايواء بمدينة الفاشل. ترون الان امامكم شباب تكية الفاشل وشابات تكية في عملية توزيع الوجبه التي تبرع به الاخ عبد العظيم صالح. ترون امامكم الوجبه وترون كمية الناس كمية الاطفال والامهات وكبار السن على مدى البصر، على مدى البصر. الان الشباب ترون عملية توزيع الوجبة على مدى البصر. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل من اخونا عبد العظيم. ترون الان الشباب يوزعون الوجبة. ترون الاطفال، ترون شفتهم. الامر كبير والحوجة كبيرة. ربنا تقبل من الناس الواقفين مع تكوية الفاشل، لكن الامر فوق تصورنا وفوق لياقتنا. ربنا يتقبل. ترون بس كل الان احنا بس يعني نبدا بالاطفال، يعني نبدا بالاطفال وعدات الامهات وكبار السن. الحوجه كبيره و يعني النادي ما محتاجه ما بيجي تجي تجسس في الاكل. الخيرين انه يعني يدعموا كل التكايا الموجوده الفاشل لانها اصبحت المنفس لاهلنا. و ربنا يتقبل امره كبيره. التكايا اصبح هي المنفس، المنفس. ترون امامكم، ترون امامكم الصفوف الطويله في انتظار الوجبه، صفوف طويله في انتظار الوجبه الان، صفوف طويله جدا في انتظار الوجبه. ربنا يتقبل من اخونا عبد العظيم صالح. الان الوجبه رقم 2 تبرع من الاخ عبد العظيم. يتم توزيعه الان للوجبه رقم 2، يتم توزيعه للاطفال والامهات بمراكز الاحواء المختلفه. ربنا يتقبل، ربنا يتقبل منه. ترون الشباب العمليه الكبيره، الكبيره التي يقوم به الشباب في توفير الوجبه. ترون الجهد الكبير الذي يقوم به الشباب في توفير الوجبه. ربنا يتقبل. اللهم تقبل من اخونا عبد العظيم صالح. ربنا يتقبل، ربنا يتقبل من اخونا عبد العظيم صالح الجهد الكبير. وربنا يتقبل من كل الداعمين، ونتمنى ان الناس يدعمونا، يعني الناس يدعمونا في الفاشل.